بس عاد نتعداو الموضوع اخر اللي هو لائحه الاعفاء. راجت معلومات من بعض الايام انه باش يكون النقاش على لائحه الاعفاء نهار الخميس هذا. تحدثت مع نواب في المجلس التاسيسي وقال لا اكيد انه مش باش يتم نهار الخميس، لانه حتى الرئيس هذولي مازال ما روحش من اليابان وما تمش التنسيق بين الرئاسه وكذلك المجلس التاسيسي. وفما كذلك حديث بدا يروج على امكانيه انه ما تمرش فينالمون اللائحه وما يكونش الرئيس مجبر انه يجي قدام النواب يعني باش يفسر التصريحات الصحفيه اللي اثارت الكثير من الجدل. عندكم شي معلومات على لائحه الاعفاء هذه؟ اولا اخوي طيب انا حاب اقول لك حاجه، واني انا جيت متضطر امس وفوجئت بانه لقيت روحي عملت تصريحات قلت فيها انه سيقع ان وقع اجتماع مع مجلس الوطني التاسيس تنسيقا مع الخيان في المجلس الوطني التاسيس، وانه الجلسه العامه ستكون يوم الخميس، في حين اني لم اقم باي تصريح في هذا الشان. بلاش تدفنوا لك ونسيت سي عدنان والله ديكالاج هورير كبير وبكر ورقه تشمس. ما عادش يتعجب، ما عادش يتعجب، يلقى روحه صرح باشياء ما قالهاش ويلقى روحه ثم ينفي اشياء هو قالها. بالله يهديك كما نقولوا احنا مش هذا الموضوع الاصلي. الموضوع الاصلي هو انه يفترض انه ناقد اجتماع مع الخيان في مكتب المجلس التاسيسي، ولكن لظروف لوجستيه هذا الاجتماع لم يتم الى حد الان. احنا ننتظر الملف اولا قبل الجلسه، ما نعمل جلسه التنسيق مع الخيان في مكتب المجلس الوطني التاسيسي، والملف نفسه هذايا مازال ما جاناش. كانت معايا الاخت محر زين العبيدي النائبه الاولى رئيس المجلس، قالت لي اللي يوصل اليوم ولا غدوه الملف هذا ننظر في هذا الملف على مستوى الدائره القانونيه والدائره السياسيه رئيس الجمهوريه. يكون رئيس الجمهوريه جاء من السفر من مهمته في اليابان، نقوم بالتباحث في الامر، بعد ذلك نعقد هذا الاجتماع اذا كانوا هم مازالوا راغبين فيه بطبيعه في الحال، وبعد يعني نشوفوا شنو نجموا نعمل مع بعضنا. لكن اللي حبيت اقوله انا هو ان الموقف في الموضوع هذايا من ناحيه الحضور او عدم الحضور هو ليس موقف شخصي كما نقولوا احنا او موقف سياسوي. احنا في العلاقه بين السلطات يضبطها التنظيم المؤقت والسلطات العموميه، والسلطات والتنظيم المؤقت والسلطات العموميه لا يتوقع مثل هذه الحاله. وبالتالي هناك خلينا نقولوا احنا باش نكونوا موضوعيين لاقصى حد، هناك فراغ قانوني في هذه المساله. والموقف المبدئي، الموقف المبدئي هو ان رئيس الجمهوريه غير ملزم مطلقا بالحضور امام المجلس في مثل هذه الحاله. بالنسبه للاخبار اللي حدثت عليها سيادتك، قلت انه يقع التراجع عن تقديمهما الى ذلك، هذا امر يعود الى اصحاب هذه اللائحه، لانه اصحاب اللائحه او مجموعه من الكتل في المجلس الوطني التاسيسي البارحه على ما اعتقد في النقاش حول النسخة الثالثة من الدستور، وقلت البعض منهم اللي هم كانوا ناشطين في اللائحة هذه يعني يتقدموا طلب يعني أو يطلبون من رئيس الجمهورية، وفيما معناه يطلبون من رئيس الجمهورية التدخل من أجل يعني الحفاظ على التوافقات التي تمت بالنسبة للدستور. وبالتالي هذا يتناقض مع منطق المساءلة. لكن هذه اخبار غير مؤكده حتى الان، ما زلتوا ما فماش حاجه ملموسه. يعني انا لا افترض افتراضات، ممكن افتراضات، ممكن صحيحه ممكن غلط، احنا ننتظر الامور هذه تتم بطريقه رسميه. لكن ماذا بيا سي عدنان، سامحني ماذا بيا كلمه صغيره على المساله هذه. انت قلت فما فراغ قانوني، معناه ما فماش حاجه تجبر قانونيا حسب فهمكم انتم الرئيس للمثول قدام المجلس التاسيسي، لكن لو تم الطلب منه ذلك هل سياسيا ينجم ما يمثلش؟ لانه تعرف هي سلطه اصليه يعني المجلس التاسيسي. لا هو شوف طيب خويا، ممكن نقولوا احنا سلطه اصليه وسلطه تاسيسيه. ناخذ على سبيل المثال سلطة تأسيسية راهو لا تتصرف الأمور كما يبدو لها، راهو ماهوش حكم مطلق، ثم تنظيم يحكم تصرفها ويحكم تصرفها مع بقية السلطات. يعني على سبيل المثال ما نجمش أنا نجي مجلس الوطني التأسيسي يقرر أو تقرر أغلبية فيه لاعتبارات خلينا نقول خيالية، وضعية خيالية، أنا أن تحكم بالإعدام على شخص وتقول لك هذا حكم سلطة تأسيسية، أو تحكم بنزع قطعة أرض من شخص وتقول لك هذا سلطة تأسيسية. لا، السلطة التأسيسية مش هذا دورها، السلطة التأسيسية تلتزم بتنظيم بنظام داخلي وبتنظيم مؤقت السلطة العمومية لا يجب أن تخرج عنه. إذا ما خرجت عنه فنحن غير مجبرين على أن نتبع أو نقتدي بها في الخروج على هذه التنظيمات أو هذا التنظيم مؤقت السلطة العمومية. نحن ننتظر الملف، ننتظر أنه نقعد مع الخيار في مكتب المجلس، وعلى ضوء ذلك نقرر إما أنه يعني الجمهورية يحضر
أو يرسل من ينوبه أو لا يحضر ولا يرسل أي شخص لينوبه. يظهر لي المسألة اللي جبت عليها قبل شوية أثارت صديقنا جمال الدين بوريجا، مسألة اللي أنت تعطي تصريحات ما نعرفش وأنت ممكن الكلام أثناء النوم ولا حاجة، هو تعرف اللي جمال هو رئيس المرصد أخلاقيات المهنة، إيش عندك ما تقول جمال في اللي قالوا ساعدنا أنت؟ أنت كذلك معناها قلت تنجم تنصحه بالاتصال بجمال الدين بوريجا لتقديم شكوى حول هالتصريحات الكاذبة هذه اللي نسبت له. أو يقترح عليك شنو رأيك ساعتنا؟ والله أبدا فيك تالتي جمال تفضل. في الفترة اللي صار فيها الحلقة الثانية من الحوار الوطني نظمه في حد عطوس الشغل نعم، صارت بعض التحفظات على خطاب رئيس الجمهورية. خرجت من قاعة المؤتمر نلقى روحي صرحت بما يفيد أن هناك جمعيات في تونس علمانية بين ظفرين متطرفة معناها هي تستحق أنها تحل أكثر من رابطات حماية الثواء. صدقني أن هذا الكلام لم يخرج مني مطلقا، يعني وهذه نشرت في مواقع انترنت أم في جرائد ورقية معناها في إذاعة؟ لا، وبعض الجرائد الورقية أخذته من مواقع الانترنت. الأكثر من هذا أخويا جمال، نلقى أنه سياسيين كما مدام أمنة منيف وتجوهر اللي انسحبوا وقتها بعد نلقاهم اعتمدوا على الكلام هذاك وعملوا حوارات صحفيه اللي هزموني فيها على اني قلت ذلك الكلام بناء عليه. يعني الكلام هذا ما خرجش مني مطلقا. هنا نقول حاجه، احنا طبعا اذا كان القارئ العادي يمكن انه تتعدى عليه كان حاجه كما هيك انسان سياسي وينشط في الفضاء السياسي او ينشط في الفضاء الاعلامي بطريقه حرفيه، ما يخفر حق شيء عندما يذهب للبحث عن اصل التصريح يمشي يبحث عن اصل التصريح ما يجيش راديو بمعنى الكلمة.